إصلاح ما أفسدته السياسة هو الثقافة. ما الثقافة؟ الثقافة هنا بتعريفات كثيرة، ربما يكون أشهرها تعريف إيميل دوركايت أن الثقافة هي نمط من حياة جماعة بكل ما يشتمل عليه هذا النمط من لغة وآداب وفنون ومعتقدات وموروثات إلى آخره. والثقافة على صلة وثيقة بالذات في أصلها اللاتيني بالزراعة، وسأوضح هذا في نصف دقيقة. النوع الإنساني ظل قرابة مليون ونصف مليون سنة يعيش معيشة الثدييات العامة مثل القبب العليا والغوريلا إلى آخره. ثم من قرابة 50,000 سنة حدثت طفرة بسبب اكتشاف النوع أو قطح النوع، فتغير مع المأكول بعض الخلايا فأنتجت اللغة وأنتجت الثقافة. ولهذا ظهر في نفس الوقت تقريبا 45,000 سنة ماضية في جنوب فرنسا وفي شمال الجزائر وفي أندونيسيا رسوم الكهوف. فلما جرت تغيرات مناخية ضخمة في منطقة حوض البحر المتوسط أو العالم القديم، زحف الناس إلى مجاري الأنهار أو ضفاف الأنهار، وكان أكبرها آنذاك ولا يزال نهر مصر ونهر العراق. نعود إلى الثقافة. ارتبطت الكلمتان حتى في الإنجليزية المعاصرة culture agriculture، لأن الثقافة الإنسانية تأسست على ضفاف الأنهار مع احتراف الزراعة وانتقال الإنسان من الحالة الهمجية الأولى التي دامت أكثر من مليون سنة وظلت كامنة في منطقة مظلمة من النفس تتحين الفرص أحيانا للانفجار في الاحتدام الجنسي مثلا، في الحروب مثلا، في الداعشية التي تحيي هذه المنطقة المعتمة. وفي المقابل من هذا سماء الإنسان، وفي سماء الإنسان يكون الفن ويكون الخيال ويكون الحب ويكون الأدب. وعنوان المحاضرة هو الأدب تقريب بين ثقافات الشعوب. حيثما اختلفت الجغرافيا والتاريخ